النهارده، وان شاء الله بكره هيبقى يعني باذن الله المشاركه افضل ان شاء الله. احنا انا اتصلت بمجموعه من الساده الوزراء، وفي عدد كبير من الساده الوزراء موجودين في جولات داخل المحافظات بيتاكدوا من سير حسن سير العمليه الانتخابيه وانه ما فيش مشاكل. واتصلت بمجموعه منهم يعني، والاتصال مستمر بيني وبينهم على مدار الساعه يعني ان شاء الله. حضرتك اتصلت امبارح ب 14 النهارده حوالي سبعه، كان حوالي سبعه، مع الاخذ في الاعتبار انه في مجموعه من الساده المحافظين في جولات في داخل المحافظه ان شاء الله باذن الله. متشكرين يا جماعه.